السلام عليكم تلاميذي الاعزاء في 58 ولايه، صحاب الباك، شعبه اداب وفلسفه، لغات اجنبيه. خوتي الاعزاز الغاليين، معاكم الاستاذ زكريا بن سعدون في ماده الرياضيات. ليكيب راح نكون معاكم حتى الدقيقه الاخرى باذن الله. نعود البرنامج من الصفر، يعني نديروا المتتاليات من الصفر، نديروا الدوال من الصفر، نديروا الموافقات من الصفر. بقى لنا شهر ونوصلوا باذن الله. على بالي راك خايف وراكي خايفه وما راك فاهم والو، تقول مع روحك يا شيخ والله نسيت من المتتاليات، والله نسيت البرنامج، والله غير تلفت لي، والله غير على بالك ما فاهم والو في المتتاليات. صدقني بالله مهما كان مستواك، متوسط، ضعيف، تحت الضعيف، صدقني بالله غيرك رايح توصل معايا باذن الله تعالى. وشنو نكونوا جديين، عندنا شهر الاخر ندمروا حتى الدقيقه الاخرى، نراجعوا نحلوا المواضيع باذن الله. كنت تلقاوني في اليوتيوب، نحط لكم لي فيديو في الانستغرام ديالي زكريا مات اسمو كيما اليوتيوب، وتزيدوا تلقاوني ثاني في الدورات الحضوريه. اذا بسم الله والتكال عليك، يلا تبع معايا اخويا العزيز. واش عندك؟ اول حاجه نبداو بها هي المتتاليه الحسابيه، راهي مرشحه بزاف باش تطيح في الباك تاع 2023، يعني تاع هذا العام، سيرتو النوع اللي حنشوفوه اليوم. تسمى اليوم واش حنديرو؟ راح نعاودوها من الصفر بالقوانين ديالها، نفهموهم مليح، نحلو تمارين تاع باك اللي باك اللي فاتو، ونشوفو افكار اللي راهي ان شاء الله مقترحه ومرشحه لهذا العام. تبع معايا مليح. اذا خوتي نبداو بالمتتاليه الحسابيه. متتالية حسابية، وشنو هي متتالية حسابية؟ هي كل متتالية تكتب على الشكل أو معرفة بـ أن زايد واحد ناقص أن يساوي عدد ثابت، نقول لها عبارة الحد العام، وهذا العدد الثابت هو R. نروحوا غير بالعقل، تبعنا يا روح. احنا نعطيك هنايا الأسئلة الشائعة والمتكررة اللي هنا، واش تشوف حنعطيك طريقة الإجابة ومنهجية الإجابة على الأسئلة الشائعة والمتكررة في تمرين تاع متتاليات، باش تضمن 8 نقط 7 نقط وأنا نقول خويا العزيز. إذا هنا راح نعطيك طريقة الإجابة على الأسئلة الشائعة والمتكررة في تمرين تاع متتاليات، باش 7 نقط إن شاء الله في الجيب بإذن الله. شوف معايا، بون، أول حاجة في متتالية حسابية لازم تكون تعرف عبارة الحد العام. عبارة الحد العام تقدر تقول هاي ليك او ان زايد واحد ناقص او ان يساوي ار، هذه هي عبارة الحد العام. ار هذا وشنو هو؟ هو الاساس. ار هذا نسموه الاساس، اساس متتالية حسابية. سي بون. اذا خويا العزيز الاسئلة الشائعة اولهم واهمهم واللي لازم تضمن نقطة وعلامة كاملة فيه هو حساب الحدود. هكذايا يمثلك عبارة التعريف تاع او ان، زعما او ان يساوي 5 ان زايد 4، او ان يساوي 2 ان ناقص 1، او ان يساوي هكذا، يمثلك عبارة تاع الحدود. ومن بعد يقول لك احسب لي الحدود. كيفاش تحسب الحدود خويا العزيز؟ تروح تعوض. واش كتبت لكم هنايا؟ تعويض ان بالدليل. ان نعوضوه بالدليل. الدليل شنو هو شيخ؟ هو الرقم اسفل او، الرقم اللي يجي تحت الاو، هذا هو يا اخي. يجي هنايا زعما او ان يساوي، تسمى الان هذاك اللي يجي هنا هو الدليل، تنحيه تعوضه بالرقم. زعما يقول لك احسب لي الحد او زيرو، تنحي ان تعوضه بزيرو. احسب لي الان الحد او واحد، تنحي ان تعوضه بواحد. الحد او ثلاثة، تنحي ان تعوضه بثلاثة. حاجة سهلة، نشوفوا الحالة الأولانية والمثال الأولاني. هذا طاح في باك 2016، باك 2016 عطاني او ان يساوي 3 ان ناقص 2. او ان يساوي 3 ان ناقص 2، هذه قوين طاحت شيخ باك 2016، باك 2016، والفكرة هذه والنوع هذا راه مرشح بقوة باش يطيح في 2023 هذا العام، باسكو علاه؟ طاح في 2016، ومن بعد هذيك 3 سنين ما طاحش حتى 2019، ومن بعد هذيك زاد 3 سنين ما طاحش، 2022 ما طاحش، و 2020 ما طاحش، فهمت هي هذا العام إن شاء الله 2023 بإذن الله يطيح لكم هذا النوع. يعني اللي تجي او ان مكتوبه بهذا الشكل ويقول لك حسب لي الحدود وتبين انها حسابيه والاسئله اللي راح نشوفوهم دوكا راهي مرشحه، ركز معايا مليح. اذا تبع معايا او ان يساوي 3 ان ناقص 2. السؤال الاول واش قال لي؟ قال لي احسب لي الحدود، قال لي احسب الحد او 0 او 1 او 2 او 3 هكذايا. دونك خويا العزيز نطبقوا القانون، تبع معايا انا راح نحسب الحدود، قال لي احسب لي او 0 وقال لي احسب لي او 1 و او 2 و او 3، او 2 او 3. حنا واش قلنا خويا العزيز؟ روح تشوف هنا، روح تبعي معايا، تبعي اختي. قال لك حساب الحدود، باش تحسب الحدود واش دير؟ تعوض ان بالدليل. يعني راك تشوف الان اللي راهو هنا، تعوضوا بالدليل اللي راني كاتبه بالاحمر. الدليل وشنو هو؟ هو الرقم اسفل او. خوتي راني رايح معاكم من الزيرو للاحتراف، يعني باذن الله ما التلميذ الضعيف اللي راهو بحر ويفهم،
والتلميذ اللي راهو صافا مسلك راسو يزيد يلحق نقطه ممتازه، ماشي غير يفهم يلحق 17 و18 باذن الله. هكذايا ولي ما لا العلامه الكامله 20 كاين اللي داوها مولف تقري تلاميذ ولا غير يديوها كل عام. تما ما تحقروش نفوسكم، تبع ودوك تفهم. شوف تعوض ان بالدالي، اذا خوتي او ان يساوي 3 ان ناقص 2. لو كان تشوف بعينك برك هنا عندك او ان، هنا عندك او زيرو، راك حاب تحسب او زيرو. واش معناتها؟ معناتها في بلاصه الان دير زيرو، تما ان تنحيه لهنا وزيد تنحيه منا وتعوضه بزيرو، ومن بعد تعوضه بواحد، ومن بعد تعوضه بزوج وبثلاثه. شي حاجه صعيبه تضمن نقطه في السؤال الاول. اذا تبع معايا مليح، او ان واش يساوي 3 ان ناقص 2. هكذايا خوتي كي نقول لكم 3 ان معناتها 3 مضروبه في ان، كي نقول لك 3 ان معناتها 3 مضروبه في ان، تسمى 3 مضروبه في الان. الان نحيت درت بلاصتو زيرو، مام هنا نحي وندير بلاصتو زيرو. هكذا خويا العزيز، هنا من الافضل دير اقواس باش ما تغلطش وتروح تحسب. تبع معايا مليح، 3 في زيرو شحال؟ 3 في زيرو هي زيرو صح؟ ناقص 2، 0 ناقص 2 تسمى حيبقى لي ناقص 2، وبالتالي راني حسبت الحد الاول او 0 جاني ناقص 2. ماشي حاجه صعيبه. باش تحسب الحد واش دير؟ تنحي ان وتعوضها بالرقم اللي يجي هنا اللي هو الدليل. تنحي ان وتعوضها بالرقم اللي يجي هنا. نزيدو نشوفو المثال الثاني خوتي. ارواح عندك 3 في ناقص 2 هنايا هكذا كالعاده ليكي باي. تبع معايا مليح. اذا شوف معايا او 1 واش نديرو؟ ان نحوها ونعوضوها بواحد، بارك الله فيك، تعوضها بواحد. اذا واش راهو رايح يجيك لهنايا؟ 3 في 1 وشنو هي؟ هي 3 وعندك ناقص 2، 3 ناقص 2 راهي رايحه تجيك شحال؟ تجيك تجيك 1، بارك الله فيكم خوتي، راهي رايحه تجيك 1. ومن بعد خوتي نروحو نحسبو او 2 كيما حسبنا اللي قبلهم. واش عندك لهنايا؟ عندك قلنا ان نعوضوه بالرقم اللي يجي هنا. اذا 3 في ان يولي لي 3 في واش؟ في 2، بارك الله فيك. اذا 3 في 2، 3 في 2 ناقص 2. تبع معايا مليح خويا العزيز، 3 في 2 شحال؟ 3 في 2 6، نقص لها 2، 6 كي تنقص لها 2 شحال تعطيك؟ تعطيك 4. طريبيا اذا هاي اللي لقيناها 4. نزيدو الاخرى ارواح، او 3 واش دير؟ في بلاصه الان دير 3، في بلاصه الان دير 3. اذا 3 في ان ناقص 2، الان تحكمو تنحيه ودير في بلاصتو 3، تسمى 3 في 3 ناقص 2. خويا العزيز 3 في 3 شحال؟ كالكولاتورا الكترونيكا. اذا نسيت جدول الضرب، على بالي بلي كاين اللي ناسيين جدول الضرب. 3 في 3 9، اذا عندك هنايا 9 ناقص 2، 9 ناقص 2 شحال خويا العزيز؟ راهي رايحه تجيك 7. مفهوم خويا العزيز؟ هكذا نكونو حسبنا الحدود. السؤال الاول في الجيب، السؤال الاول مضمون باذن الله تعالى. عندك النقطه الاولانيه خلاص مضمونه. اذا باش تحسب الحدود خويا العزيز، باش تحسب الحدود دائما تنحي ان تعوضو بالرقم اللي يجي هنا، تنحي ان تعوضو بالرقم اللي يجي اسفل او ان. هاوليك تعوضو بالدليل، تعوض ان بالدليل. الدليل شكون هو؟ هو الرقم اللي يجي من تحت، هذا تحت الاو، الرقم اللي تشوفوه تحت الاو هو الدليل. إذا ليكيب السؤال الأول راهو في الجيب بإذن الله تعالى، حاجة سهلة. نروحو للسؤال الثاني. واش يقول لك السؤال الثاني؟ تبيان أن المتتالية حسابية. في باك 2016 قال لهم باللي بين أن أو أن متتالية حسابية معينة للأساس تاعها أن. كيفاش نديرو شيخ؟ أروح تروح، أروح يا ماما أروح. تبع معايا، باش تبين أن أو أن متتالية حسابية واش دير؟ لازم تحسب بحساب أو أن زايد واحد ناقص أو أن. تروح تحسب حاجة يسموها او ان زايد واحد، تحسب او ان زايد واحد وتنقص له او ان، تلقاه يساوي واش؟ يساوي عدد ثابت، يساوي عدد ثابت. هذاك العدد الثابت هو الاساس ان، مفهوم؟ دونك شوف معايا، نروحو غير بالعقل، نعاود لك غير بالعقل، باش تبين ان المتتالية حسابية واش لازم ندير شيخ؟ خاطر السؤال هذا دايما يطيح. باش تبين انها حسابية لازم تروح تحسب هذا الفرق، هذا الفرق هذا ناقص هذا، او ان زايد واحد ناقص او ان. اوكي شيخ، نحسبو او ان زايد واحد ناقص او ان. ايه ومن بعد واش نلقاوه؟ تلقاه عدد ثابت، ماشي عشري ولا حاجه هكا، تلقاه باذن الله عدد ثابت، يقدر يكون موجب، يقدر يكون سالب، يقدر يكون زيرو، هكذايا. اذا تلقاه عدد ثابت، وهذاك العدد الثابت هو الاساس، باسكو هو يقول لك بين انها حسابيه، غير تلقاه عدد ثابت راك خلاص تستنتج باللي حسابيه، تقول له اذا او ان متتاليه حسابيه، ومن بعد يزيد يقول لك اعطيني الاساس. الاساس ان هو هذاك العدد الثابت اللي لقيته. مثلا نحسبوا او ان زايد واحد ناقص او ان نلقاوها 3، نقول لهم راهي متتاليه حسابيه،
والاساس تاعها ار هو 3. هكذا خوتي، اذا نعاود نولي لهنا يا روح، او ان زائد واحد ناقص او ان كيش نحسبها؟ راك تخمم فيها كيفاش تحسبها؟ سهله، نحي ان عوضو بان زائد واحد. وين تشوف ان؟ نحيه لابوبال، واش نديرو في بلاصتو؟ ان زائد واحد، ونحسبو بكل سهوله. الروح تتمتع، الروح الروح اليوم نقلشك الروح. تبع معايا هذا السؤال الاولاني وهذا السؤال الثاني. شوف لهنا اخويا العزيز، السؤال الاول حساب الحدود، حسبنا الحدود، حساب الحدود، هنا حسبنا الحدود، هذا في السؤال الاولاني. نروحوا خوتي للسؤال الثاني، قال لي بين انها حسابيه. اذا هاي لك تبيان، تبيان ان او ان حسابيه، متتاليه حسابيه بيان سور. اذا كيفاش ندير باش نبين انها حسابيه؟ واش لازم نحسب؟ لازم نحسب او ان زائد واحد نقص له او ان. تبع معايا مليح، كي تجي تحسب خويا العزيز او ان زائد واحد وتنقص له او ان، او ان زائد واحد وتنقص له او ان، تبع معايا مليح، نجي نكتبها هنا باش تكون واضحه، باش ما يكونش ضيق، باش يساعدكم كي تشوفوا مليح تفهموا مليح. اذا تبيان ان المتتاليه حسابيه، انت واش عندك؟ عندك او ان يساوي 3 ان ناقص 2، هكذايا 3 ان ناقص 2. اصبر تشوف هذه العباره تاع المتتاليه لازم تبان مليح، لازم تبان مليح. اذا او ان واش يساوي 3 ان ناقص 2؟ حنا رانا نحسبوا او ان زائد 1 ناقص او ان. اذا شو واش تكتب له؟ تكتب له هكذا او ان، او ان زائد واحد ناقص او ان يساوي. تجي هنايا دير لي ناقص، تبع هاد الخطوات صدقني غير تنجح، تبع هاد الخطوات سهله. اذا شوف دير لي هنايا ناقص وحل هنايا قوس، حل هنايا قوس هكذايا اوكي قريبين. ومن بعد هاديك خويا العزيز بعد ما دير ناقص وتحل قوس، اروح تحسب او ان زائد واحد ناقص او ان. اخي راح نديرو او ان زائد واحد ناقص او ان، هاد الاو ان هدايا هو اللي جيبوه هنا، يعني ناقص هذا هو هاد الناقص، والاو ان هذا نديرها كوبي كولي. واش راح ندير؟ راني رايح ندير كوبي كولي. اذا هاي ليك 3 ان ناقص 2، 3 ان ناقص 2، راني حطيتها لهنا 3 ان ناقص 2. وهنا يا شيخ واش نحطو؟ نحطو او ان زائد واحد. او ان زائد واحد وشنو هي يا شيخ؟ سهله، وين تلقى ان عوضها بان زائد واحد، وين تلقى ان واش دير؟ عوضها بان زائد واحد. تبع معايا مليح سهله. اذا شوف معايا مليح، راني رايح ندير بون، راني رايح ندير، راني رايح ندير بلاص الان ان زائد واحد، بلاص الان ندير ان زائد واحد. كانت عندي 3 في ان يا اخي هكا، دوكا تيك خويا العزيز راهي رايحه ما تبقالكش 3 في ان، تبقالك 3 في واش؟ في ان زائد واحد، صح ولا لا؟ لا. واش راني ندير شيخ؟ واش راك دير؟ بلاصة الان دير ان زائد واحد، باسكو علاش؟ كي تجي تشوف هنايا راهي عندك ان زائد واحد، ان زائد واحد، وهنا كان عندك ان، معناتها في بلاصة ان دير ان زائد واحد، وهنا ثاني في بلاصة ان دير لي ان زائد واحد، سي بون ليكيب، خلاص، في بلاصة ان دير ان زائد واحد. إذا هذه هي، شوف معايا مليح، ومن بعد نروحو نوزعو، تبع تبع، نروحو نوزعو، اسمع اسمع، روح تشوف لك حاجة، الطريقة راني نديرها لك. هي طريقه تدي عليها العلامه الكامله، بصح وشنو كاين واحد العفسه يسموها كوبياج حلال. كوبياج واش؟ حلال. كوبياج واش؟ حلال خويا العزيز. كوبياج حلال راني رايح نوريها لك مع الاخر. هكذايا كيفاش تحسب الاساس ار؟ هو دائما الاساس ار هو دائما الرقم اللي يكون مضروب في الان. زعما عندك متتاليه تاعك 3 ان ناقص 2، شكون الرقم اللي مضروب في الان وراه 3؟ معناتها الاساس هو 3. 5 ان ناقص 1 الاساس ار 5، 4 ان ناقص 3 الاساس ار هو 4. المهم الاساس ار دائما هو الرقم اللي مضروب في الان. السلام عليكم، روحتوا نكملوا لهنا. بون واش عندك هنا؟ عندك توزع خويا العزيز، عندك توزيع خفيف. توزيع الخفيف هذا واش راح دير؟ 3 ضربها في ان وضربها في 1 ونروحوا نحسبوا. وهنايا عندك ناقص بالك. اذا شوف معايا راني رايح نبدا نحسب 3 كي ضربها في ان، 3 كي ضربها في ان، 3 كي ضربها في ان تعطيك 3 ان شيخ. 3 كي ضربها في 1 تعطيك 3، هذه باينه، 3 ضربها في 1 تعطيك 3. وعندك هنا ناقص 2 هبطها كوبي كولي، كوبي كولي. ومن بعد عندك هذا الناقص خويا العزيز توزعوا على القوس. الناقص كي توزعوا على القوس عباك واش يدير الناقص؟ يعكس الاشاره. الناقص
قلب زيدان. الناقص يعكس الإشارة، معنتها الموجبين يرجعهم سالبين والسالبين يرجعهم موجبين. معنتها الناقص عباك واش يدير؟ اللي تشوفهم بالزائد عكسهم ارجعهم بالناقص، واللي تشوفهم بالناقص عكسهم ارجعهم بالزائد. هذا هو الناقص، الناقص يعكس لي الإشارة. تبع معايا مليح. أرواح عندك هنايا 3ان كينوز عليها الناقص، 3ان راهي موجبة واش تولي سالبة، تولي ناقص 3ان. معناتها هنا راهو رايح يولي لي ناقص 3ان، ناقص 3ان. وناقص 2 راهي سالبة، ناقص 2 راهي سالبة، كي نوزع عليها الناقص واش يدير لها؟ يعكسها، يرجعها موجبة، تولي لي زايد 2. تسمى تولي لي زايد 2، تولي لي زايد 2. ومن بعد خويا العزيز كي تجي تشوف مليح، هنا راهي رايحة تكون فيها صقلة. وشنو هي الصقلة شيخ؟ صقلة عظيمة راح يكون فيها اختزال. نظرية الصقلة بابا العزيز، ارواح دايما 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 راح يكونوا عندك اللي فيهم ان متعكسين وارقام متعكسين. واش دير؟ صقلهم خويا. ارواح شوف كيفاش نصقلهم شيخ. عندك شوف 3ان راهي موجبة، ناقص 3ان سالبة، قح قح يروح. عندك ناقص 2 سالبة وزايد 2 موجبة، قح قح يزيدوا يروحوا. واش يبقى لك؟ يبقى لك 3، يبقى لك 3. 3 هو عدد ثابت، 3 هو عدد ثابت. معناتها خويا العزيز يحسب لنا او ان زايد 1 ناقص او ان راهو خرج لي 3، و 3 هذه عدد ثابت، عدد ثابت، عدد ثابت كما قريناها في الدرس. او ان زايد 1 ناقص او ان يساوي عدد ثابت، 3 عدد ثابت. إذن هنا بينا بلي المتتالية حسابية. ومن بعد نحسبوا الأساس، الأساس شكون هو؟ هو هذا العدد الثابت، العدد الثابت هذا هو الأساس، ونكون جاوبت على السؤال وديت العلامة الكاملة. أروح تشوف، إذن عدد ثابت، واش نقول لهم؟ نقول لهم إذن، نقول لهم إذن، نقول لهم إذن المتتالية، المتتالية أو أن، المتتالية أو أن حسابية، 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 حسابية. أساسها، أساسها، أساسها واش شيخ؟ أساسها R يساوي 3، أساسها R يساوي 3. مفهوم خويا العزيز؟ خلاص خلاص. بين انتم راكم في اليوتيوب وكم كدا تقدروا الفيديو ديروا لها هذيك تولي 10 سكوند 20 سكوند للور باش تعاود تعاود تزيد تفهم خير. خلاص إذا تبع معايا، قلنا دائما خوتي كي يقول لك بين ان المتتاليه حسابيه، واش دير خويا العزيز؟ دائما تروح تحسب الفرق او ان زائد 1 ناقص او ان. هذاك الفرق تلقاه عدد ثابت كيما لقينا 3 عدد ثابت، نلقاوه 2 عدد ثابت، نلقاوه ناقص 1 عدد ثابت، نلقاوه ناقص 3 عدد ثابت، نلقاوه 0 عدد ثابت. مفهوم؟ اذا اللي كي تلقاه عدد ثابت، غير تلقاه عدد ثابت ماشي بالفصيله ولا، راح تقول له ديريكت عدد ثابت معناتها ما فيهش فصيله، راح تقولوا ديرت اذا المتتاليه او ان حسابيه. سي بون، اساسها ال يساوي 3، الاساس ديالها هو هذا العدد الثابت اللي لقيناه لهنايا. خلاص وخوتي بالكوبياج حلال، بالكوبياج حلال. واش دير الان؟ شكون هو الان شيخ؟ هو 3، هو الرقم اللي مضروب في الان. الان هو الرقم اللي مضروب في الان، هذا هو الان. الان دائما الان الاساس تاع متتاليه حسابيه هو الرقم اللي يكون مضروب ولاصق في الان. هاوليك خلاص، تسمى كي تحير كاع هاوليك الان. خلاص نبسطها لكم نسهلها لكم ونرجعها مكان والو غير بلي كود ولي زاستوس، لي كود لي زاستوس. هكذا خويا العزيز، وباذن الله العلامه الكامله 8 7 على 8 7 على 7 في 8 تاع متتاليه تيكون مضمون. 8 في الدوال المتتاليه ما يمدوش عليهم 8، يمدوك ترتها 6 7 6 7 كيما هنا باك 2016 7 المتتالية تنفر الدوال ونفرجكم بإذن الله. شوف كيفاش تدي 8 على 8 بإذن الله. هم جايين لي فيديو، راهم جايين. سي بون ليكيب، السؤال الأول والثاني مفهوم، حسبنا الحدود وتعلمنا كيفاش نبينوا أن المتتالية حسابية.